وزير، ما هي الوضعية دي السجون في المغرب؟ اليوم هنالك برنامج وطني يهم 36 مؤسسة سجنية جديدة أو مؤهلة. برنامج أعلن عنه في سنة 2018، كان تم التوقيع على اتفاق منذ حوالي 6 سنوات مع وزارة الاقتصاد المالية لتوفير إمكانات مالية لمراجعة وضعية عدد من السجون المتهالكة أو التي لا تتوفر فيها شروط ديال الإيواء، خاصة في ظل تفاقم مشكل الاكتظاظ في وازدياد حدته. اليوم بفضل هذه السياسة وهذا البرنامج نحن نتقدم تدريجيا، لأن البرنامج في 2018-2023. هاد السنة تم في سنة 2018 تم فتح مؤسسة سجنية جديدة بالناظور، وهنالك 6 مؤسسات سجنية جديدة مبرمجة 2019-2020-2021 بعدد من المدن مثل بركان، مثل طنطان، مثل الجديدة، مثل أصيلة، مثل وجدة. في نفس الوقت تم إغلاق مؤسستين سجنيتين قادمتين متهالكتين. في نفس الوقت تم إرساء ومواصلة سياسة تأهيل المؤسسة السجنية الحالية بإصلاحات نوعية وعميقة، بحيث تم استكمال عملية الإصلاح والتأهيل والترميم ل 14 مؤسسة سجنية في عدد من المدن. والبرنامج المتبقي لهذه السنوات في إطار البرنامج يشمل 17 مؤسسة سجنية، بالإضافة المركب السجني لعين سبع الذي سيتم تقسيمه وتأهيله. النتائج الأولية لهذه السياسة برزت في تراجع نسبة الاكتظاظ، بحيث لأول مرة تراجعت عن نسبة 40% إلى 36%، كانت في السابق 42%، تراجعت ل 36%. هنالك في عملية التأهيل بناء مرافق خاصة للأشخاص في ذوي الاحتياجات الخاصة، أشخاص في وضعية إعاقة، تم إرساء 3 وحدات خاصة بمكافحة الإدمان. الساكنة السجنية حوالي 83,000 مع نهاية 2018، 25% منها في قضايا المخدرات، أزيد من 21,000. ولهذا تم تعزيز أيضا الموارد البشرية، وما زلنا نطمح لأكثر خاصة على المستوى الأطر الطبية والصحية، لكن نحتاج لمواصلة المجهود حتى توفر شروط ديال الإيواء والسلامة على مستوى المركبات السجنية.